اسمع، جاو حتى لحداها جوج ممرضين وتيقول لي شحال بغيتي منها، واش باغي وحده ولا جوج؟ غير قول. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق في الجزء الأول اللي تكلمت فيه عزيزة على أسباب ومسببات الوفاة الأخت ديالها ربيعة، مشاهدينا الكرام مجموعة من النقط وعلامة استفهام في مصحة طرحتها الأخت، كذلك في الجزء الثاني أستاذة زين بخيار محامية بهيئة الدار البيضاء تناولت الملف من الناحية القانونية لعدد كبير من المغاربة فهموا التحليل ديالها. مشاهدينا الكرام، الفيديو الأول مجموعة من الأسئلة تطرح في الرأي العام، غادي نشوفها مع الأخت في بعض الأمور اللي ما كانتش واضحة. أختي الله يرزقكم الصبر في الأخت ديالكم. آمين خويا، شكرا، بارك الله. إذا كان ممكن شتي معنا الجزء الأول اللي تكلمتي فيه أنت وشفتي الجزء الثاني للأستاذة المحامية، الآن بغيت نشوف معاك الفيديو الأول اللي وضعتي أنت، كانوا فيه شي أمور ما كانتش واضحة باش الرأي العام يستوعب معنا الموضوع. تكلمتي لينا على المسألة الأولى أنه أختك كانوا عندها شي أدلة مسكينة قبل ما تموت بشي أسرار كانت في هذاك الكلينيك، إذا كان ممكن تعطيني هذه الأسرار شنو هي؟ هي الأخت ديالي شافت بأن هي ناعسة وهي مغمضة عينيها، تسمعت يقول لي قول شحال بغيتي منها، وحدة ولا جوج؟ أش باغي؟ أختي بديك الخلعة قالت لك أنا ما بقيتش قادرة تنسمع فيهم في ودنية، تنسمع جاو حتى لحداها جوج ممرضين. وتيقول لي شحال بغيتي منها، واش باغي وحده ولا جوج؟ غير قول اش بغيتي منها، وحده ولا جوج؟ اختي ديك الساعه تطلب الله في السر ديالها وسكتات مسكينه الله يرحمها. اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا مجموعه من النقاط جديده في الموضوع وكذلك اللي تنور الراي العام اكثر فيما يخص الناس اللي ما تبعوش الجزء الاول والجزء الثاني في هذا الموضوع. الاخت ديالها مشات لواحد المصحه بالدار البيضاء من اجل فحص عادي جدا، إلا أن العائلة تفاجأ في ساعات كتدخل العملية بدون توقيع كما صرحوا ديال العائلة، بدون أداء واجبات ومصاريف، مجموعة من علامة استفهام في أشياء اللي تنتفاجئوا بها في بعض المصحات. نعلم جيدا أن المصحة لا إطار تنظيمي وقانوني في الموضوع ويجب الخضوع له بشكل كبير. غير هنا في خضم الموضوع غادي نشوف الأمور القانونية مع المستشارة القانونية ليلى العماني. تبعوا معايا أستاذة ليلى، هذا الموضوع تبعتي الجزء الأول سمعتي القصة، الجزء الثاني تناولته الأستاذة زين بخيار شافوه المغاربة. السؤال اللي عندي معاك، ملي شفتي هذه الفيديوهات جمعتي الملخص، واش كتشوفي هذا الموضوع هذا يتعلق بالتقصير الطبي ولا فيه أمور جنائية؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمتابعين الكرام. فعلا جات عندنا الاهل ديال المرحومه ربيعه المكتب ودرسنا برفقه الاستاذه خيار هذا الملف هذا، وشفنا بانه ملي كيكون مساله عاد كتعلق بالطب وكتعلق بواحد المصحه راه كيكون فيها المسؤوليه التقصيريه لا ريسبونسابيلتي ديليكتويل والخطا الطبي والمسؤوليه الجنائيه. فحنايا هذا الملف هذا خصنا نصنفوه ونوضعوه في واحد الخانه باش يمشي ياخذ المجرى ديالو القانوني. فإلى ملي جينا نمشيو نشوفوا من ناحيه التقصير الطبي، المسؤوليه التقصيريه اصلا هاد السيده ما كانتش عندها علاقه مع هاد المصحه، ما عندهاش واحد العقد، ما جاتش من اجل واحد المعالجه ديال شي مرض معين، ما جاتش باش يشوفوا شنو واش غدير شي جراحه واش تحد صيفطها باش تفتح حتى شي حاجه، اذا ما كاينش واحد العقد وكيربط بيناتهم، ها هي ما كايناش مسؤوليه تقصيريه. اذا انت دخلتيها باش دير لها واحد الفحص روتيني عادي شويه، ملي سمعتي الفصيله ديال الدم ديالها فاذا به سرعتي وبديتي غتطلع على البلوك وهادي وشي بلا ما كاين لا عقد، بلا ما كاين لا التوقيع ديالها لا دي الاهل ديالها لا تحليلات طبيه لا راديويات لا حتى شي حاجه. هذا شنو معنيته؟ شنو معنيته؟ معنيته انك دخلتي واحد السيده ما عندها حتى شي حاجه وبديتي كتقول لهم لا 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 صافي راه انا راه عندها يعني سرطان عام، وانت مالك؟ هو عندها سرطان عام، راه هي اللي خصها تحدد واهل ديالها واش هاد السرطان العام غتفتح عندك ولا فين جا فين يتموقع، واش في المخ واش في القلب واش في هذه، فما يمكنلكش تحدد. فهاد المصحه هذه وهاد الدكاتره اللي هما باشروا هاد العمليات اللي داروا، ما كنقولش عمليه وحده لانهم باشروا عده عمليات، ف
خداو المبادره من نفسهم غادي يمشيو في المساءله الجنائيه، لانه ما يمكنلكش واحد جيتي كتفحط له من راسك وتقول له راه عندكم الزهر انا اللي اعتقت لكم بنتكم راه هي فين. عطيونا تحاليل، عطيونا الخبره، عطيونا شي حاجه اللي نتوما درتيوها اللي غادي تفيدنا وتفيد الراي العام وتفيد المصلحه ديال المواطنين المغاربه. فحنايا مني شفنا هذا الشيء هكايا دارت الاستاذه خيار مشكوره واحد الشكايه السيد الوكيل العام اللي غادي يفتح واحد التحقيق وتخرج الفرقه الوطنيه، لانهم خصهم يعطيونا كل حاجه بالتدقيق، يعطيونا حيت كاين كل يعني خطوه الا وخصها تجي موراها الحقيقيه اللي خصها تكون في المجال الطبي، لانهم مأدين القسم وعارفين بانهم يمكنلهمش يتجاوزوا القانون المؤطر للطب. اذا خصهم يمشيو فيه. جيتي غتفتح راه عندك واحد لي نغم خصك تبداهم، دوز التحليل، دير الراديو، دير هذه الموقع وتاخذ الاذن وتاخذ الاداء. دابا هما ما عندهمش حتى المبلغ اللي الضمانه اللي خاصو يكونوا خلصوا في الاول باش انه غيباشروا هذه العمليه هذه، ما عندهمش حتى مثلا اذا كانت غتحتاج الدم ولا شي حاجه ما عندهمش. اذا هذا النوع ديال الاجراء هذا شنو هو؟ خصوصا ان سمعناهم كانت واحد المسائل كيقولوا اه شحال بغيتي شحال هذا، واش ولينا حنايا كيتقضاو الاعضاء ولا شنو؟ راه حنايا هذا الشيء غيكون بواحد الشده بواحد الدقه خطيره بزاف، وكان اي واحد مسؤول في هذا الملف الا وغادي يتابع. شنو اللي عندنا؟ عندنا واحد بعض الصور اللي هما مشكورين وكانوا حريصين على الاخت ديالهم ومشاو خداوهم رغم عن الاخرين، ولكن كاينين الكاميرات ديال المصحه، كاين وقتاش دخلات، كاين وقتاش خرجات، شكون اللي اتصل بها، شكون اللي جا عندها. هادو اللي كانوا هما خداوهم من تلقاء نفسهم صالحين ليهم، ما كيتسماش انهم طاولوا عليهم، ولكن خداوهم. بحال دابا هذه راه فيها واحد الثقب اللي مشى في واحد المنطقه معينه باش واحد النوع ديال العمليه ديال استئصال شي حاجه. اكيد اننا حنايا هادشي غنعطيوه للاخصائيين، دكاتره اخصائيين اللي غادي يشرحوا لنا كل عمليه وكل منطقه شنو فيها. وهما كانوا كيقولوا كان تخدير موقعي ديال كل مكان في العضو ديالو، وكيمكننا اننا نمشيو معاهم بعيد ونطلبوا استخراج الجثه والتشريح ديالها، وغيبان لنا اكيد واش فيها اعضاء ولا ما عضاش، وشنو الضرر اللي لحق بهذه الانسانه حتى تقتلات، والضرر اللي لحق بها كتمثيل بالجثه ديالها، لان خديتي واحد المسائل اللي ماشي من الحق ديالك بلا الاذن ديال شي حاجه. حنا راه تنعرفوا كاين قانون ديال الاعضاء اللي كيمكن لك انت تهيبهم، وكيمكن لك تمشي تكون دايرهم لشي حد، هذه ماشي في الحياه ديالك، عندك الحق الاعضاء ديالك تدير واحد الكتاب واحد المسطره خاصه راه كدار في المحكمه على اساس انه كيمكن تستافد منهم شي حد اللي ما عندوش ولا هذه، ولكن تاخذهم غصبا هذا راه تجاوز على الحريه الشخص وتزاوج على الحياه ديال الشخص وتطاول كيطالوا المسؤوليه الجنائيه. نعم استاذه، عندي معك سؤال اخير. ومن بعد مني المصحه اعترفت بانه السيده توفات، من بعد ما كاينش واحد التقرير طبي حول اسباب ومسببات الوفاه غير التقرير الاولي؟ حنا لا نتكلم الان على التشريح بطبيعه الحال اللي تحت اشراف اللي كيشرف عليه السيد الوكيل العام، حنا نناقش غير المصحه. نعم درتوا واحد العمليه، النتيج كان هو الوفاه، كاين واحد التقرير؟ نعم كيفاش كيفسروه؟ ما كاينش. هما داروا واحد العمليات وداروها بلا الاذن، وما تحددوش ان نوع ديال العمليات بحال اللي انت راه كتاخذ العمليه اللي بغيتي، فهذا التجاوز فيه. من مورا ما الاخوات ديال السيده المرحومه رابعه خداو بعض الصور لجؤوا للشرطه، هذه كانت عندهم واحد البادره، لجؤوا للشرطه، الشرطه فعلا اتصلت بالسيد الوكيل العام باش على اساس انه راه واحد النجم كيشكيو بان اختهم تعرضت له. اذن هو دار الاجراءات ديالو وحال لهم الملف ديال التشريح، لانه باش نعرفوا الاسباب. وهذه كانت خاص شكايه، كانت هما داروا واحد البادره، داروا تظلم، جا مني اتصلوا بالاستاذه تظلم راه ماشي هو الشكايه، لابد خصنا نوضعوا الاشياء في المكان ديالها. مي كدير شكايه راك انت طالب واحد الحق، واحد الحق اللي خصو يتعطاك من طرف المحكمه وطرف السلطات. فبالتالي النيابه العامه اكيد انها غتحرك المتابعات وغدير البحث ديالها وغتبعث، لان ضروري هو الخطا اللي حنايا شفناه هي ان السلطات ما مشاتش سوغ بلاص، كانت خصها تمشي في الحال. ولكن معليش كيتسمى الواحد توفى، كاين حرمه الوفاه، حرمه الجسد، اذن الجثه، اذن مشات حالها السيد الوكيل العام مشكور على المشرحه، ومن تما عاد بدات الاجراءات، وما كاينش دابا لحد الان لا تقرير لا حتى حاجه، وما غيكونوا ملزمين انه يعطيونا التقرير ويعطيونا تحليلات ديال الدم وكل شيء، وما غاديش نمشيو في انك جبتي لنا شي تحليل شي حد وتقول لنا هذا هو ضرب عيال، لان غنقدروا اننا نمشيو معاهم بعيد. يعني مازال ما توصلش الان النتيجه ديال التشريح. لا ما كاين حتى شي حاجه. استاذ الله يوفقكم، شكرا ليك. السؤال الاخير اللي عندي معك، كيفاش كتشوفي الامور؟ تنشوف الامور في ان غاده في ملي
غدا مزيان ملي تلاقينا مع هاد الاستاذات الحمد لله، وشرحوا لينا بان راه عندنا في البلاد الحمد لله عندنا سلطات وعندنا قضاء والحمد لله كل شيء غادي مزيان، رحنا ارتاحينا ولله الحمد. ملي تلاقينا مع الاستاذات وكلمونا على الناس وكلمونا على القضاء تكلمونا قالنا راه الحمد لله راه كل شيء، رحنا في بلاد الحق والقانون، احنا ارتاحينا الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر، وحنا تنطلبوا غير تنشكركم بزاف التفاته ديالكم، وتنشكركم بزاف حيت وصلتوا الصوت ديالنا، وحنا تنطلبوا غير الحق والعداله الاخت ديالي الله يرحمها، حنا هادشي اللي تنطلبوا، ما باغين حتى شي حاجه، باغين غير الحق والعداله الاخت ديالي، وجزاكم الله خيرا. شكرا. الله يستر لكم يا ربي. شكرا استاذه. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا ناقشنا الموضوع في الاول، الجزء الاول تكلمت فيه الاخت، الجزء الثاني استاذه زين بخيار تناولت الموضوع في الاطار القانوني، الجزء الثالث الان مع الاخت وكذلك مع ليلى العماني اللي عطاتنا مستجدات جديده في الموضوع. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع الشكر الجزيل للسيد الوكيل العام تيتفاعل مع الملفات بطبيعه الحال من اجل البحث بدقه، وكذلك الاساس في الاخير هو تحقيق العداله. مشاهدينا الكرام نحن نتابع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.